للمزيد حول الأزمة المالية الاقتصادية والأزمة الاقتصادية الخانقة وتأثيراتها على العراق، معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك أستاذ حسين، وكل عام وأنتم بخير. أزمة مالية خانقة تحيط بالعراق وجاءت مبكرة حتى اقتصادات الدول الضعيفة أيضا اندرجت ضمن هذه الأزمة الخانقة. يعني ما الأسباب الحقيقية وراء التدهور الاقتصادي في العراق؟ تحية لكم وكل عام وأنتم بخير في قناة الرافدين، كادر الإعلامي والإداري وعلى جميع العراقيين. أنا أعتقد أنه من المعيب جدا على العراق أنه يكون في أزمة مالية وهو يمتلك أكثر موارد مالية، سواء كانت في باطن الأرض أم فوق الأرض. اليوم العراق دولة نفطية ودولة تمتلك موارد أخرى غير النفط، ولديه من الأراضي الزراعية، ولديه من التجارة، ولديه من السياحة. مع كل هذا يستقرض ديون من السعودية أم من أي دولة أخرى، حتى لو كان من دولة كبرى. هذا معيب جدا، وهذا يثبت أن هذا النظام فاشل اقتصاديا كما فشل سياسيا وكما فشل أمنيا في إدارة الدولة العراقية، لأنه مجموعة لصوص تدير الدولة منذ 2003 وإلى الآن مزقت هذا الشعب وشردت هذا الشعب من تهجير وإخفاء. اليوم اعتمدت هذه الطغمة الحاكمة في العراق على الإقصاء، وقد أقصت كثير من الكوادر العراقية التي تستطيع أن تنهض باقتصاد البلد وبأمنه وحتى في إدارته. لكن هذا النفس الطائفي الذي اعتمدت عليه بفضل أو بدعم الولايات المتحدة وإيران أوصل العراق إلى ما وصل إليه الآن، تستجدي من دول الخليج رواتب موظفيها، ولا يوجد في العالم موظف يخدم الدولة 6 أشهر ويتقاضى ملايين الدولارات راتب تقاعدي. أين قانون التقاعد الذي ينص على أن تكون أقل خدمة تقاعدية هي 15 سنة وعمر أيضا محدد؟ كل هذه اليوم ضربت عرض الحائط، وإدارة الدولة على أسس طائفية مع فساد مستشري في أعلى هرم الدولة أوصل العراق إلى ما وصل إليه الآن. طبعا العراق بلد غني بموارده، ويعني من الغرابة أن تكون ربما رواتب الموظفين والمتقاعدين تمثل الحلقة الأضعف. بالطبع أن العراق هو معتمد منذ العام 2003 وحتى الآن على النفط فقط، في حين أن الثروات مهدرة، بل أن البنى التحتية محطمة، وهناك من يرى أن هناك تعمدا في تدمير الزراعة وتدمير الصناعة لبقاء العراق في ضمن هذه الحلقة. يعني من يتحمل مسؤولية الدمار الاقتصادي للعراق؟ هل هناك قوة دولية مثلا أو إقليمية يعني من مصلحتها أن يظل العراق على هذا النحو، أم أن المشكلة فقط والسبب هو في الداخل؟ لا، أولا احنا قضية النفط علينا أن ندرك أنه حتى النفط العراقي هو لم تصل وارداته كاملة. هناك عمليات تهريب كبيرة للنفط، هناك هيمنة إيرانية على العراق من خلال تهريب النفط، هناك هيمنة إيرانية على اقتصاد العراق لمعالجة مشاكلها الاقتصادية بالمال العراقي. اليوم لا يمكن أن يتحمل مصطفى الكاظمي بمفرده مسؤولية ما جرى على العراق، بل النظام يتحمل مسؤولية ما جرى على العراق منذ 2003 وإلى الآن، بسبب إدارة الدولة الخاطئة، بسبب المحاصصة، بسبب الطائفية المقيتة التي أدار الدولة فيها مزقوا هذا البلد. فلا يمكن سببا داخليا واحدا هو سبب، بل مجموعة أسباب أبرزها الفساد وأبرزها القوى الخارجية وعلى رأسها إيران. لماذا تقترض الحكومة من السعودية تحديدا؟ يعني والله يعني هذا الأمر معيب جدا. السعودية اعتمدت سياسة الاحتواء للعراق وجربت هذه السياسة منذ سنوات ولم تفلح فيها. أنا لا أعتقد أنه يعني سياسة القرض أو السياسة الاقتصادية ستكون ناجعة مع النظام في العراق في احتوائه عربيا. هذا الأمر مستبعد جدا، العراق ضمن المحور الإيراني ولن يتنازل عنه. ثانيا الدولة العميقة أو المفهوم اللا دولة هو الحاكم في العراق وليست الحكومة. اليوم الحكومة أضعف حلقة في الدولة العراقية. اليوم الميليشيات والحشد يعني هم القوى النافذة في العراق وهي القوى المسيطرة على الساحة العراقية. وماذا عن الحكومة وماذا عن الدور الحكومي؟ يعني فقط الحكومة تقترض والميليشيات يعني تعلن صراحة العداء ضد المملكة العربية السعودية، هناك ازدواجية بالموضوع.
نعم هناك ازدواجيه، ولكن الحكومه جزء من تتحمل جزء من المسؤوليه، رغم انها هي الحلقه الاضعف. العراق اليوم مهيمن عليه ويعاني من مشاكل داخليه وخارجيه، وهناك ازدواجيه في اداره الدوله. كيف تستدين من دوله تعتبرها عدو؟ هذا الامر غير ممكن. وكيف لدوله تدين دوله اخرى تعتبرها عدو ايضا في السعوديه وفي دول الخليج؟ القصة في العراق قصة معقدة جدا، لابد من التحرر من هذا الوضع الذي يعيشه العراق، والنهوض بخلال حكومة وطنية تدير الدولة على أسس مهنية وتعتمد مبدأ المواطنة في إدارة الدولة، وإلا سيبقى العراق ضمن هذا ضمن هذه الحلقة المفرغة. من هنا يسمى الدول العربية وولائه لإيران، ومن ثم عندما يكون في أزمة مالية يذهب إلى السعودية أو إلى الكويت أو إلى بقية الدول. هذه ازدواجية. كيف لوزير مالية مساء أمس كان في السعودية، مساء أول أمس كان في السعودية، وعندما يعود في اليوم الثاني أحد قادة الميليشيات يهدد هذه الدولة التي استدانوا منها؟ هذا أمر معيب، هذا مع غياب مفهوم الدولة لدى هؤلاء. اليوم العراق كأنه لا توجد دولة فيه، كأنما مجموعة عصابات تدير هذه الدولة، ويعني سيطرت على أمواله موارده المالية والاقتصادية وعاثت فيها فسادا، وهذا هو الموجود في العراق. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي، نشكرك شكرا جزيلا.